ينتخبوا رئيس ونائب للرئيس لمدة 4 سنوات. يترشح بالطبيعة الرئيس الحالي جو بايدن، وهو عضو في الحزب الديمقراطي لإعادة انتخابه، ويترشح الرئيس اللي سبقه دونالد ترامب مرة أخرى اللي هو عضو الحزب الجمهوري لإعادة انتخابه لولاية ثانية غير متتالية بعد خسارته أمام بايدن في الانتخابات الرئاسية 2020. الوضع بدأ يسخن في أمريكا، شفنا بالطبيعة مناظرة أخيرة صاروا عليها برشا تعليقات، باش ناخذوا شنو المنتظر من هذه الانتخابات، خاصة وأنه العالم باش يكون أمام تغييرات عالمية كبرى على حسب الرئيس اللي باش يتم انتخابه، وعلى حسب تعاملاته مع القضايا الشاغلة للرأي العام خاصة على المستوى العالمي. المناظرة كما قلنا صارت الأسبوع هذه، تابعها كل العالم عن كثب، وتقريبا كانت كل التعليقات تشيد إلى أن ترامب قد تفوق في هذه المناظرة. شفنا تعليقات ومقالات عديدة أخرى تقول أن بايدن قد احترق، معناها غريي ساي. دونك باش ناخذ أكثر تفاصيل في فقرة لانفيتي دو جور. لانفيتي دو جور، ما هي مآلات هذه الانتخابات، أهم التوقعات بشأنها وغيرها من التفاصيل؟ معنا صديقنا الصحفي بقناة الجزيرة عمر العابد. صباح الخير ونهارك زين عمر. صباح الخير أختي عفاف، نرحب بك ونرحب بالفريق الحاضر معك ونرحب بجمهوركم الكريم عبر إذاعة ديوان فم. يعيشك عمر. طبعا أنت اشتغلت على الانتخابات هذه وملم بأهم التفاصيل، شكون تراه يحظى بشعبية أكبر وقابل أكثر للفوز في هذه الانتخابات؟ هو أولا وقبل كل شيء خليني نفهم الانتخابات الأمريكية هذه للسادة المستمعين ونبسط لهم، لأنه حقيقة هي تختلف عن الانتخابات بصفة عامة العالمية. الانتخابات الأمريكية في ظاهرها صراع وفي باطنها ورقات تشترى وتباع. كاننا في إحدى بورصات الأوراق المالية، وإن أهم ما يلفت الانتباه بل لنقول بعبارة أدق أن الخط التحرير الانتخابي إن صح التعبير الوحيد في العالم وبدون مبالغة اللي يكون فيه برنامج انتخابي يعنى بنسبة 99% تقريبا بالشأن العالمي والتدخل في شؤون الدول بعيدا عن هذا الذي يحكم المجتمع الدولي، وكأننا بالولايات المتحدة الأمريكية قد قضت على جميع مشاكلها الداخلية وتوصلت بذلك إلى حلول جذرية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وأصبحت البرنامج الرئاسية الانتخابية مجموعة من الحلول لمشاكل البشرية في كامل بقاع الكرة الأرضية في ظل ثبات عميق من المجتمع الأمريكي. وهذه مجموعة من المعطيات اللي اتفق فيها الجميع وما يختلفش فيها اثنان. المعطى الثاني المميز للخط التحرير للانتخابات الرئاسية الأمريكية عندها ميزة إلا هي يتمثل في المصلحة العليا والفضل للولايات المتحدة. هي أولا وقبل كل شيء وفوق كل اعتبار بما معنى أن مواقف أمريكا وتوجهاتها وسياساتها في الخارج ما تتغيرش بتغير الأشخاص، وبالتالي الرئيس الأمريكي هو مواصلة لمسار تم تحديده مسبقا. هذا فيما يخص الانتخابات، يعني ما تتغيرش بتغير الأشخاص. فيما يخص اللي صار البارح وردود الأفعال واستطلاعات الرأي وشكون اللي يعني من الممكن أن يفوز في الانتخابات، نبدأ لك تقريبا بردود الأفعال. يعني كانت تهاجم في بايدن خاصة في الصفوف السياسيين ونستشهدوا على ذلك. أهم التعليقات كانت تقولوا أنه بايدن احترق وأنه قام بصدمة للمناصرين متاعه. بطبيعة الحال حتى في صفوف حتى الديمقراطيين أيضا كانوا هما تقريبا ثقتهم مهتزة في بايدن، وذاك بالرجوع لعام 2016 وفيه بعد شوية في داخل المناظرة. تقريبا أغلب ردود الأفعال أختي عفاف كانت تهاجم في بايدن خاصة في صفوف السياسيين. تشهد على ذلك اللي قالته مديرة الاتصالات السابقة في إدارة الرئيس بايدن، قالت أداء بايدن كان مخيب للآمال. زاد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون نشر على حسابه بتويتر اللي هو إكس حاليا تأييد قوي لترامب، وصفه بالمرشح الوحيد المؤهل والقادر. وسائل الإعلام الأمريكية أيضا كان لها دور فعال في هذه الانتخابات، وتقريبا خلينا نقوله الكلها يعني هاجمت بايدن ربما وانتقدت صفة الكذب حسب وصفها هي بطبيعة الحال في ترامب. مثلا نيويورك تايمز قالت بايدن يواجه صعوبات بينما يشن ترامب هجمات مضللة، قال زاد أداء متعثر وحزبه في حالة ذعر. واشنطن بوست
قال أداء بايدن متقطع ومتذبذب ومقلق للديمقراطيين فيما يخص استطلاع الرأي اللي قام به قناة السي إن إن، فإنه 8 من كل 10 ناخبين تفرجوا في المناظرة هذه وقالوا زادة أنها ما أثرتش عليهم وما أثرتش في اختياراتهم. 14% عفوا 14% قالوا باش يزيدوا ويخموا أما ما بدلوش رأيهم، 5% بدلوا رأيهم في شكون باش ينتخبوا. بالنسبة لمراقبي المناظرة تراجعت آرائهم تجاه بايدن، يعني 31% فقط شافوها بشكل إيجابي مقارنة ب 37% قبل المناظرة. 43% شافوا ترامب بشكل إيجابي على غرار 40% قبل المناظرة. يقول زاد 48% من مراقبي المناظرة أنه ترامب عالج المخاوف بشأن قدرته على التعامل مع الرئاسة بشكل أفضل. الوقت اللي فيه 23% قالوا أنه بايدن قام بعمل أفضل، و 22% قالوا أنه الزوز ما عملوا ولا حاجة معه. 22% استثموا ربما الحيات. يعتقد هذا 7% من من أن المترشحان قاموا بعمل جيد بنفس القدرة في تهدئة المخاوف. حط نفس استطلاع رأي القام به سي إن إن فإنه ترامب هو الآن عنده 67% وبايدن 63%. أيوة. بالنسبة يعني التألق في هذه المناظرة. باش نرجعوا للمناظرة عمر لو كان تسمح باش نقدموا فيسا. دونك بايدن كان اتهم ترامب بزعزعة المشهد الاقتصادي وأنه حين حل أخذ في إصلاح هذا الوضع معناها اللي خليه ترامب. ترامب في المقابل يقول وأنه أنا خليت الولايات المتحدة الأمريكية في حالة اقتصادية ممتازة رغم جائحة كورونا، وأن بايدن وحده من يتحمل مسؤولية هذا الإشكال، وأنه باش يخلي الولايات المتحدة في تبعية. نعم أنت الآن أختي عفاف ذكرت نقاط مهمة في هذه المناظرة، وأيضا هي طرقت لعدة يعني نقاط أخرى باش نمر عليها بعجلة وباش نركز على الجانب الاقتصادي. وخلينا نقول أنه هي تمحورت المناظرة تقريبا بين حرب غزة، يعني الحرب الإسرائيلية على غزة، وعلى الاقتصاد. المناظرة هي سعى فيها أولا جو بايدن لتهدئة مخاوف الديمقراطيين كما قلت لكم شوية أنه كانوا خايفين بشأن أداءه الممتاز في مناظرته مع الرئيس ترامب، خاصة اللي حس خبراء سياسيين الثقة بتاعهم كانت ممتازة. علاش؟ بسبب عامل السن، يعني طور ونحكي على جو بايدن عمره 81 عام، يعتبر أكبر رئيس أمريكي للولايات المتحدة الأمريكية. شفناه زاد في أداء المتذبذب وتعليقاته المترددة. بس كما شاهدت زاد تبادل الاتهامات بين المرشحين، تركزت على قضايا كما الإجهاض، إدارة الاقتصاد، المهاجرين، بالإضافة للنزاعات في أوكرانيا وغزة. الاتهامات هذه تمثلت في اتهامات يعني لا ربما الحاجة الوحيدة اللي اتفقوا فيها هم زوز مواصلة الدعم للكيان، معناها هذه متفقين فيها الاثنين. يعطيك الصحة. ولكن خلينا نقولوا بروايات مختلفة اللي في بعض شوية، يعني كل حد ورواية بتاعك في الدفاع على الاحتلال الإسرائيلي. الاتهامات هذه تمثلت في برشا اتهامات نكتشفوا ببعض الأسئلة. مثلا بايدن قال أنه ترامب ما يستحقش يكون رئيس، هو أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة. نعطي كذلك يعني خلينا نقول ونتحفظ بالأحمق الفاشل الكذاب إلى غير ذلك. ترامب ما كانش من العكسين، وصف بايدن بالرئيس الفاشل والفلسطيني السيء اللي يكرهوه الفلسطينيين. أهم الملفات نبدأ بملف الحرب الإسرائيلية على غزة، يعني تقريبا أصبح نشاهد تنافس بين المرشحين على لقب الدعم الأول لإسرائيل حرفين كما قلت من شوية وقتي عفيف. يلا حوي. وقال أنه يعني بايدن قال أنه الطرف الوحيد اللي يريد استمرار الحرب هي حماس، وأنه باش يقعد يدعمها، يعني يدعم إسرائيل، وباش يبقى أكبر داعم لإسرائيل في العالم. وزاد قال أنهم قاعدين يبعثوا في خبرائهم باش يعرفوا كيفاش باش يقضيوا على حماس كما صار مع بن لادن. ويزيد يبرر قرار تعليق إمداد إسرائيل بالأسلحة، يقول أنه علق إمدادها بالقنابل اللي توزن 2000 طن. يعني يبرر في القرار بتاعه. ثم واصل كلامه بتعبيره عن رغبته في القضاء على حماس وأنه يحب يقضي عليها نهائيا. تصريحات ترامب زادة ما كانش من العكسين تقريبا في نفس التوجه، ولكن بصيغة أخرى، بيرسيون أخرى. ترامب تحدث على دعمه لإسرائيل وقال على بايدن كما قلت من شوية أنه فلسطيني سيء للغاية وضعيف وما يحبوش الفلسطينيين. كما زادة تطلب من بايدن أنه يخلي إسرائيل تكمل مهمتها، وقال أنه إسرائيل هي الطرف الوحيد الذي يريد الاستمرار في الحرب. يعني بلغة أخرى ترامب حب يرجع، يعني خلينا نقوله زعمة بالتعبير المجازي، حب يرجع كرامة إسرائيل، لأنه بايدن قال أنه
حماس هي ما تحبش توقف الحرب، وبهذا تكون لحماس اليد العليا. لا ترامب قال له لا، قال وراه اسرائيل هي ما تحبش، وبهذا تكون لاسرائيل اليد العليا. هذا حسب تحاليل الخبراء. حكى زاد في مواضيع اخرى كما حرب اوكرانيا، اللي قال ان ما كانتش باش تصير، كانت الولايات المتحده، الولايات المتحده قائد حقيقي. لام بايدن في ارتفاع التضخم اللي باش نحكي فيه بعد شويه. حذر ترامب ان اقتراب العالم من الحرب العالميه الثالثه بسبب سياسات بايدن. قال انه العالم بدا يتوجه نحو الانفجار بسبب قله الاحترام لامريكا في عهد بايدن. نحكيه طوب بالتفاصيل على الاقتصاد. خلينا ندخل ونحب ما نمشيوش للتفاصيل الاقتصاديه خاطر باش نسرحوا برشا عمر وماش عندي برشا وقت. نحبوا نحكيوا على المناظره كشكل. المناظره خليت العالم الكل يتبعها بانتباه كبير. شنو اللي يميزها عن سابقاتها؟ وكيفاش تناولت وسائل الاعلام هذه الانتخابات وهذه المناظره؟ هل كان فما حياد تام والا طبعا كل وسيلة أعلام في أمريكا وعندها التوجه متاعها؟ السؤال أيضا مهم أختي عفاف، لأنه هذه المناظرة تقريبا فيها عدة اختلافات تختلف عن نظيراتها في يعني سابقا. يعني نجم نقول أن مناظرة أمس تعد الأولى التي تعقد دون تنظيم لجنة المناظرة الرئاسية. أيوة. اللي كانت تشرف على هذه الفعاليات منذ 1988. فيما زاد كانت المناظرة هذه الأولى في التاريخ الأمريكي اللي تجمع بين رئيس حالي ورئيس سابق. المناظرة الأولى اللي فيها زوز تواصل إعلانية، يعني التلفزة عمثال هي CNN، وكان زاد بدون جمهور لأول مرة باستثناء طبعا 2020 اللي حضروا فيها فئة قليلة بسبب الإجراءات الاحترازية بتاع كورونا. الرئيس الحالي بايدن يعتبر أكبر وسائل الذين شهدتهم الولايات المتحدة سنا. المكان اللي تمت فيه المناظرة يبعد تقريبا 4.5 كيلومتر من أول صورة تصورت لترامب وهو في المحاكمة، والصورة الشهيرة الناس كنا عارفوها. المناظرة الوحيدة اللي كان للCNN القدرة على إغلاق الميكروفونات، وذي كان أختي عفاف بطلب من بايدن. علاش؟ على خاطر قال أنه ترامب ديما يقاطع اللي يحاول فيهم. هو طلب أنه يتم قطع الميكروفونات وقت اللي يوفى وقت كل واحد فيهم. المناظرة بدأت بطبيعة دون مصافحة بين المرشحين، أقيمت في مدينة حرب. وتعتبر أيضا من بين أقل مناظرات في نسب المشاهدات منذ سنة 1976. دكور 78 مليون فقط. يعني أقل بثلث من 73 مليون شخص تابعوا أول مناظرة بين المرشحين في 2020. هذه المشاهدات العادية راهو مش عبر الأنترنت تحكيم. وتعود الأسباب زاد الضعف ربما حماس الناخبين للمرشحين، كما زاد الناس ربما تابعتها عن طريق الانترنت. هذه تقريبا شنو الاختلافات باش نختم معاك. يعطيك صحة عمر. باش نختم معاك بسؤال. في مهما كان الفائز دونك نحاولوا نتوقعوا مع بعضنا في ظل الحرب الفلسطينية اللي قاعدة تاخذ في توسع، عندنا من جهة أخرى الانتخابات الإيرانية الحالية واللي نعرفوا موقف إيران من الولايات المتحدة، تتوقع وأنه باش يتقلص العدوان تحسبا للأوضاع وتخوفا من اتساع رقعة الحرب وإلا لي؟ هذه تعود إلى سياسة كل رئيس، ولكن دعونا لا ننسى أن دونالد ترامب هو أول رئيس أمريكي يعترف بالقدس كعاصمة للأحداث. بالضبط. يعني هذه النقطة هذه ما لازمناش ننساها. خاطر برشا الآن تشوفي برشا ناس لا ترامب أحسن، كان جاء ترامب راهي ما خرجش الحرب. لا ما عندهاش أبداً. قلت شوية قلت راهو السياسة الأمريكية لا تتغير بتغير الأشخاص. السياسة الأمريكية تبقى السياسة الأمريكية. يعني السياسة الأمريكية من أول الزمان داعمة للاحتلال الإسرائيلي. لن تتغير. يعني لو كان الرئيس مش عارف من أي مكان لن تتغير هذه. ربما أنا كي نتذكر ويعطيك الصحة معناها، وأنه لازمنا ديما نتذكره كيفاش ترامب مشي لدولة الاحتلال، الزيارة الشهيرة متاعه والأعلان على القدس عاصمة لدولة الاحتلال. ما نستغربوش إذا كان يطلع هو لصدة الحكم في أمريكا، وأنه تواصل الدعم لدولة الاحتلال باش يمشي ربما نحو الضفة. ما عادش باش نقعدوا كان في القطاع، ربما نتحولوا الى الضفة ما دام هي حرب قائمة. حرب قائمة وهذه بطبيعة طلبوا بها بعدة وزراء اسرائيليين، يعني او بعض الوزراء خلينا نقولوا طالبوا انهم في فم وزير منهم طالب انه يجتاح الضفة. ترامب كما قلت لك ربما وحسب تكهنات العديدة وربما توقعات العديد من المحللين سيواصل دعمه لاسرائيل،
وكما قلت لك من شوية أنه راهي أصبحت إسرائيل ربما ورقة ورقة لمن سيفوز بها يعني مثلا تكون أكثر الداعم لإسرائيل، من هو الأكثر رئيس داعما لإسرائيل، بايدن ولا ترامب؟ بالمناسبة أمس كانت تقريبا تتمحور حول هذا المحور، يعني واحد كما نقوله احنا يعني واحد يدعم والآخر يدعم أكثر. فسياسة أمريكا حسب الخبراء أنها لن تتغير بتغير الرئيس وستبقى داعما للاحتلال الإسرائيلي حتى مش ربما بالحرب يدعموها بالسلاح بالمال، يعني أي رئيس هو سيكون داعم لإسرائيل. واضح، شكرا لك عمر العابد زميلنا الصحفي بقناة الجزيرة على كل هذه التوضيحات. ما زالت طبعا باش نرجعوا للموضوع هذا في أكثر من مرة، الانتخابات باش تكون في نوفمبر، وطبعا كما قلنا بعد شوية مع أمال باش نمشيوا للانتخابات في فرنسا. في هذا كل فما نقطة ضوء، أنا من ديما نحب نشوف نقطة ضوء. اليوم القضية الفلسطينية هي الفاصلة في الانتخابات في أمريكا، في إيران، في فرنسا، وين فما انتخابات أخرين، في أي بلاصة باش تصير انتخابات شوية هذوما التافة دجا، في أي بلاصة باش تلقى القضية الأم، القضية الفلسطينية هي الفاصلة في هذه الانتخابات. هو تاريخيا نرأو الانتخابات الأمريكية عمرها ما أثر عليها سياسة الخارجية متاع أمريكا تاريخيا. السنة أول مرة باش يكون فما تأثير، ما نعرفوش قداش بالضبط باش تأثر، ما باش يكون فما تأثير للقضية الفلسطينية على الانتخابات الأمريكية أول مرة. بقينا من شراء أخرى الدعم للكيان، الله أعلم بالحق، معناها خاطر ترامب أغلب ليزارغيمون نتاعو كي يبدأ في سدة الحكم واللي معناها شفناه قبل هما ديزارغيمون ايكونوميك، معناها ديما يخرج العباد يقول لهم نحن ما صرفناش والحاجة كانت باش تكلف درا قداش تكلفت أقل وكذا، دونك لهنا الله أعلم شنو اللي جاي، بالأخص أنا نشوفوا الكيان قاعد يسخن مع جنوب لبنان، دونك الله أعلم شنو باش يصير. يلا حاضرة أميل، حاضرة أنا مانيش وحدي اليوم، أنا وياك.